أنا ما بعتبر أنه الحل هو بالجيش ولا الحل العسكر، لكن بالتأكيد لا يمكن أنك تضمني استقرار البلد بهاللحظة هيدي إذا الجيش فرض. فالطرح اللي عم ينطرح عند الفرنسيين ما بيستند إلو تسليم الجيش مقاليد السلطة، وهذا مستحيل، لأنه بدك تتذكري ساعة الجيش سيسيطر على نصف الأراضي اللبنانية فقط. رح نروح على أنقصة، لأنه لا مش هيك، لأنه عندك مناطق حزب الله رح يسيطر عليها الجيش اللبناني، أكيد لا. إذا أنت ما عم تطرحي حل سياسي للأزمة.